وقرب شوي جيب كرسي انت، جيب كرسي هنا، جيب كرسي هنا. انا والعيطه هذه كنديروها حتى تورات كنحاولوا كنحبوا داكشي اللي عندنا اللي قالوا الاوائل الاساسيه الكبار بحال زعما ديال سي محمد عوسي كما قال سي محمد عوسي كنشدوا العيطه ديالهم وكنحاولوا نحبوهم باش نحاولوا حتى حنا نخليهم يتورثوا من جيل لجيل. هذا هو هذا نعم. بالنسبه للاغاني ديالك الاغاني ديالي انا عندي اغنيه اللي ما وصلتش الجبالة كنظن واقيلا راك الى كنتي مواكب الصحراء تكون سمعتيها هي اللي ما وصلتش الجبالة وسمع التراث ديالها من بلي بنوضان بكري وفطور بالزيت البلدي الزبده مع زين بكري والزيت والمشار من بالزيت. هذه اغنيه كنحاولوا باش نشرفوا بها ونعرفوا بالجباله اللي ما كيعرفش جباله حيت حنا راه مازال عندنا واحد كما كنقولوا هنايا الهويه ديالنا مازال ما وصلتش للصحراء مازال ما بحال سواسه تبارك الله ولاو معروفين الاتحاد ديالهم ولاو في كتسمع الاغنيه السوسيه في المغرب كامل وكتسمع الاغنيه العلوه سواك ديال حتى الخارج بالاغنيه الجبليه الاغنيه الشعبيه ما كاينش في المغرب اللي ما كيعرفش العلوه والصعيدي ما كاينش في المغرب مازال حنا عندنا مشكل الا هوتي الصحراء ما كتلقاش الا لكان الناس سكان الاصليين ديال الجبله هما اللي حافظين التراث ديالنا اما الناس تلقى الصحراوي كيغني جبليه كنظن واقيلا باقي عندنا صعيب ولا السوسي كيغني جبليه باقي عندنا صعيب يعني حنا كنحاولوا نسوقوا العيطه الجبليه ديالنا اغنيه جبليه عايش كامل التراث المغربي عاد نشوفوا الفكره ديال العالميه. نعم وبالنسبه للكلمات واش غنكون كاتب كلمات كل مره كنا درنا اخر عمل عندنا واحد الاغنيه اللي هي مشهوره كتعرفها ربي يمكن تعرفها حنا اليوم ان شاء الله ربي يعاون كل واحد اليوم غنديروها يعني رجل انا اللي عايشه وشحال انت مفشه هادو كلمات والحان سعد الملك الاندلسي توزيع ديالي كاين مجموعه ديال الفنانين اللي خلدوا الاسماء ديال المدن ديالهم كما كتعرف ما نقولوش الاسماء انت بالنسبه لك واش مدينه وزان يمكن لك في المستقبل تكتب عليها وتغني عليها على وزان؟ انا ديجا غنيت على مدينه وزان الحبيبه ديالي الله الله على بلادي وزان الزيزه ديالي الله 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 على بلادي وزان ولا بغيتي تسمعوا لي فيما سمعوا لي ودرنا شي عيوط يعني جماليه
دير ناجل دير ناجل حنا المكان اللي حنا كنسمح فيه ما كيسمحش فيه الغنى حنا في مقهى عام واخا هذا نقطه خليوها ندخل حنا يكون حنا في لو شو حنا مرحبا ندير شي عيو حنا جينا هنا اليوم نديرو عيل عيو وجينا نديرو زباله ونديرو الشعبي ونديرو الراي ونديرو الريفيه ونديرو الشيخ عمو كرساله اخيره ما هي رساله توجهها للجمهور عبد الوزاني هو اننا كنشكرهم على التتبع ديالهم لنا وشكرا على الحضور ديالهم اللي كيحضروا يعني في اي مهرجان كنكون حضرتك كنلقاو واحد الجمهور بكثافه وكنشكروا نشكركم حتى نشكر الصحافه بدور عام لانه التغطيه ديالهم حيت الصحفي والفنان عنده رساله هو انه هو باش يحاول هذيك المنطقه اللي كنكونوا فيها كنحاولوا نعطيوها اشعاع يعني الا ما درناش اللي في اليد ما نعطيوهاش واحد الاشعاع هذا هو الرساله شكرا عبد الوزاني وصلنا لكم مزيان من التالق والتوفيق وابراز التراث الجبلي واشعاعي في كما الرساله اللي حملتيها للجمهور هو اشعاع ديال الطرف او الجبلي في المغرب وما في العالم ان شاء الله يا ربي نتمنى من الله التوفيق ايضا ونشكرك ايضا انت سيدي من قناه سي انفو العرائش من مدينه عرائش انفو موقع الكتروني موقع الكتروني ما رايك بهذا الهرم الاعلامي من منطقه الشمال ما رايك فيه يا استاذ موقع ولا جريده انفو من العرائش كنشكروا بعدك على المجهود الجبار اللي جا ضرب هاد التراك بعدك تحمل عباء السفر باش انا وصلنا هنا الخميس ديال الانجره كنشكروا له من جزيل الشكر وكان على هاد باش انه يحاول يوصل الرساله لصوتنا والصوت ديال هاد المنطقه باش يوصلوا للمسؤولين شخصيا انا زرت وزن بزاف المرات وزن محافظه على الهويه ديالها والناس ديالها يعني كيضامنوا بعضياتهم ومازال حافظين الهويه وخاص نعرف المكانة ديالها يعني المكانة المكانة هي المعلمة ديال وزان المعلمة ديال وزان المكانة راه مولاي عبد الله الشريف مولاي التهامي الزاوية اللهيبة المنطقة الرهونة معروفة هما اللي أرخوا يعني التاريخ المنطقة في الشمال وكانت يعني مركز ديال المقاومة في التاريخ ديالنا وبالاخص المنطقه ديال السد لان تثمين ديال التراث الطبيعي لان كتسخر بحال الفضاء الطبيعي يعني في النواحي ديالها يعني خاصه في المنطقه الجبليه حنا كاين عندنا واحد الوجود تشابه في الجبال واخا عندنا اختلاف في اللهجه في لاكسو يعني في البرونسيسيون ديالنا في راجل عندنا اختلاف ولكن حنا اصلا كلنا متفقين على حاجه واحده متفقين على الخبز والزيت والزيتون هذا هو الجبال بصراحه بصراحه فهمتي يعني اي جبلي اي انسان اللي كتمشي تيبي كيفطر بالخبز والزيت والزيتون والبصل وهذه رساله للمتتبعين ديالنا في وزان لان عندنا متابعين وكذلك قمنا بزيارات يعني ان الناس كيبرزوا الهويه ديالهم في الشارع يعني على الطريق وديك الشيء مثلا الشاشيه هذيك المنتجات المجاليه المنتجات المحليه يعني وزان معروفة كما كنقولوا حنا بالجلابة يعني معروفة بالجلابة الوزانية وعلى فكرة أنت كتشوف معظم الباساجات ديالي في تلفازة كتكون دائما حاضرة فيهم الجلابة الوزانية يعني كثرة كنحاول نخدم على الجلابة يعني عندنا الجلابة عندنا البلغة عندنا الزيت عندنا الزيتون هادو هما المناطق ديال سميتو ديال لحم وعندنا الشرفة الحاجة اللي مهمة هي الشرفة شايلها دار الضمان ودار الضمان توقف معنا اليوم ونعيشوا معك هاد السهرة الممتعة اليوم ونشاركوك يعني متعة اللقاء مع الجمهور ديال سبت عفوا خمس الهجرة تبارك الله عليك سي عبد الشريف اللي فتحتينا قلبك وتواصلتي مع القراء والمستمعين ديالك مرحبا عزيز وشرف لينا وكنزيد الشكر ولك منا جزيل الشكر على هاد اللقاء على هذا اللقاء هذايا وان شاء الله نتمنى ان شاء الله ربي يكون مزيد ديال اللقاءات مع بعض ان شاء الله ربي يكون خير شكرا عليك الله يبارك